بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده ذروه الموجه الشديده الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره رطب انهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة، رطب على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس خصوصا النهاردة ذروة الموجة شديدة الحرارة. بالتأكيد طبعا أعلننا في نشراتنا وتحذيراتنا أن اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة اللي بدأت من يوم الثلاث الماضي. بالفعل ارتفاعات متتالية وتدريجية في درجات الحرارة بدأت من يوم الثلاث، ذروتها إن شاء الله تكون اليوم وغدا. يعني بنتكلم أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم وغدا على القاهرة ما بين 39 ل 40 درجة مئوية، هيتم تسجيلها خلال فترات الظهيرة في الظل. طبعا هتوصل ل 44 و45 على المحافظات الجنوبية. كمان السواحل الشمالية لها نصيب من هذا الارتفاع في درجات الحرارة، وإن كانت طبعا هي الأقل لو قارناها بباقي مناطق الجمهورية. استمرار ارتفاع نسب الرطوبة معانا مع درجات الحرارة المرتفعة دي، ده يخلينا نشعر بدرجات حرارة أعلى من اللي هيتم قياسها بمعدل بيصل لثلاث درجات تقريبا. يعني هنشعر على القاهرة بدرجات حرارة ما بين ال 42 ل 43 درجة خلال ساعات النهار. طبعا ده بيأثر على درجات الحرارة خلال ساعات الليل. هنبدأ خلال ساعات الليل نلاقي درجات حرارة بتكون على القاهرة ما بين ال 28 ل 29 درجة، يعني دي أقل درجة حرارة هيتم تسجيلها الليلة على القاهرة. دي بالتأكيد مرتفعة بشكل كبير عن المعدلات الطبيعية مع نسب رطوبة عالية. هتكون أجواء مائلة للحرارة أيضا خلال ساعات الليل. يمكن لاحظنا اليوم خلال ساعات الصباح الباكر تكون شبورة مائية على بعض المناطق الشمالية من الجمهورية. نقدر نقول أن طقس الجمعة غدا هيكون مشابه لطقس اليوم من حيث ارتفاعات درجات الحرارة، تكون الشبورة المائية، أيضا هدوء وسكون الرياح بشكل كامل. فعلا ده هيساعد مفيش نسمة هوا حتى وإحنا جايين الفجر يا دكتور، مفيش حتى نسمة كده بسيطة، الجو فعلا زي ما بنقول مكتوم ومخنوق جدا. بالظبط، غدا هيكون مشابه للنهارده خلال ساعات الصباح. وخلال ساعات النهار ايضا مفيش سرعات رياح خالص، ده هيساعد برضو او من ضمن اهم العوامل اللي بتساعد على تكون الشبوره المائيه وبتخلينا نحس اكتر بدرجات الحراره العاليه وبارتفاع نسب الرطوبه. لكن لو اتكلمنا انه مع بدايه الاسبوع ان شاء الله فيه انفراجه نسبيه، في تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائيه، وبالتالي هيكون معاها انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. مش هيكون انخفاض قوي. يعني بنتكلم ان يوم السبت القاهرة ممكن تسجل ما بين 37 ل 38 درجة، هتكون درجات حرارة أيضا مرتفعة، لكن هيكون في نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية. ده اللي هيلطف الجو بالتأكيد، هيلطف الجو شوية، هيكون فرص الشبورة مش قوية زي اللي موجودة النهاردة أو بكرة. وممكن على يوم الأحد القادم يكون في بعض الارتفاعات في الأمواج على البحر المتوسط أو البحر الأحمر نتيجة هذا. قبل ما ننتقل ليوم الحد القادم أو بداية من الحد القادم، خلينا نتكلم على النهاردة، لأن النهاردة وبكرة وبعد إحنا زي ما بنقول كده لونج ويك إند، لأن النهاردة أجازة رسمية، فأكيد ناس كتير قوي هتكون سافرت للسواحل الشمالية. حالة البحار إيه؟ وهل يا ترى ده آمن اليومين دول إن نزول المياه البحر المتوسط والبحر الأحمر كمان؟ بالتأكيد، كون الرياح ساكنة وهادية على مدار ال 48 ساعة الحاليين، ده بيساعد بشكل أكبر على هدوء الأمواج على البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر. نقدر نقول إن اليوم وغدا ارتفاعات الأمواج على البحرين لا تتجاوز ال 2 متر، وبالتالي مؤهلين تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه والسباحة بالنسبة للمصيفين والمصطفين على الشواطئ. وطبعا دايما بنقول إنه برغم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بتظل السواحل الشمالية هي الأقل وهي الملاذ والمهرب من ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الداخلية. طيب بالنسبة كمان حضرتك تقول من الحد القادم يعني هتبدأ من يوم السبت تنخفض درجات الحرارة شوية، وبعد كده معدل درجتين لثلاث درجات، لكن بعد كده من يوم الحد هتبدأ كمان يكون في سرعات للرياح، فده هيأدي ان احنا مش هنقدر ننزل المية بشكل كبير او ان احنا التوجه الى السباحة في البحار، يعني البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر كذلك.
مش هيكون في ارتفاع قوي في الامواج، ده هناكده على مدار الايام اللي جايه، لكن طبعا الخرائط بتظهر تغير في نشاط وسرعات الرياح على البحرين الاحمر والمتوسط بدايه من يوم السبت القادم والاحد القادمين ان شاء الله. يمكن ايضا النشاط ده على مدار او بدايه الاسبوع اللي جايه هيكون موجود على العديد من المناطق الداخليه من الجمهوريه، فده ممكن يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع بعض الأمواج قليلا على مناطق من سواحلنا الشمالية وبعض مناطق من البحر الأحمر. ده يتم التأكد منه طبعا وإعلانه في نشراتنا الفترة القادمة، واحنا بنتابع أكيد مع حضراتكم بشكل يومي. طيب بالنسبة لدرجة الحرارة النهاردة العظمى على القاهرة 40، حضرتك تقول دي هتكون اللي في درجة الحرارة في الظل، الظل وتكون محسوسة كمان هتوصل ممكن ل 43؟ بالتأكيد ما بين 42 ل 43 زي ما قلنا هيخلينا نحس بها أكتر، هو الهدوء والسكون التام لسرعات الرياح أغلب ساعات النهار. خلال فترة الظهيرة طبعا اللي هي بتكون من الساعة 1 أو 12 ظهرا إلى الساعة 4 أو 5 عصرا، دي بتكون فيها الإشعاع الشمسي في أعلى مستوياته، ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، بنسجل فيها أعلى درجات حرارة طبعا مع نسب رطوبة مرتفعة وهدوء في سرعات الرياح. كل العوامل دي مجتمعة هتخلينا نحس بدرجات حرارة أعلى من ال 40، هتوصل ل 42 ربما 43 بالنسبة للقاهرة. يعني ودي مستمرة النهاردة وبكرة معانا؟ إن شاء الله النهاردة وبكرة الذروة، يعني بنتكلم القاهرة المسجلة في الظل ما بين 39 ل 40 درجة. دايما برضو بنحب نوضح للمواطن أو المشاهد إن بالأمس سجلت كام بحيث يقدر يقارن ما بين الأمس واليوم ويتوقعه. لو اتكلمنا عن الامس سجلت القاهره ما بين ال 38 ل 37 درجه مئويه، يعني اليوم وغدا ارتفاع عن الامس بمعدل درجه لدرجتين في درجات الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبداها من القاهره العظمى 40 والصغرى 29، العاصمه الاداريه 40 28، اسكندريه 33 25، العالمين الجديده 33 24، مطروح 32 25، دمياط 34 27، بورسعيد 34 27، اسماعيليه 41 27، السويس 40 26، العريش 36 27، كاترين 34 19، طابا 37 27، حلايب 36 30، شلاتين 41 28، شرم الشيخ 41 29، الغردقه 40 30، الفيوم 40 26، بني سويف 41 27، الوادي الجديد 40 26، أسيوط 41 26، سوهاج 43 27، قنا 43 30، الأقصر 44 29، وأخيرا أسوان 45 29.